السلام عليكم مسلمين قناة صوت على رسالة تي في. كيما شاهدوا معنا المباشرة هذا من وسط مدينة الصويرة، إقليم الصويرة، تنتواجدوا في قضية المرحومة سميحة اللي مازال البحث جاري كيما تتبعوا معنا متتبعين قناة صوت على رسالة تي في على هذا المباشر من نواحي إقليم الصويرة. كما تبعتوا معنا في الفيديوهات السابقين حول هذا الموضوع ديال شابة سامحة اللي تعرضات شي حويج يرتلها، كما تتبعوا متتبعين قناة صوت على رسالة تي في على هذا المباشر مازال البحث جاري، وتحية لرجال الدرك الملكي هنا بعد الإقليم. رجال الدرك الملكي اللي مازال البحث جاري هنا. تحية لرجال الدرك اللي واقفين على هذا الموضوع، قضية سامحة المرحومة اللي ولات قضية رأي عام، تنشوفوا الأب ديالها والأخ ديالها التي تواجدوا بين المكان باش يعرفوا المستجدات ديال الابنة ديالهم. غادي نسمعوهم اشنو غيقولوا الصباح لي. حسن اجي اخويا حسن هنا قدامنا، انت الاخ ديال اخت سامحه، اشوف فيا هنايا وخليك معايا، انت الاخ ديال اخت سامحه. حاليا جينا لقيناك هنا تتقلب على قضيه الاخت ديالك، قول لي شنو المستجدات اللي كاينه. كنشكروا الدرك الملكي هو خدام ها هو. شوف خليك معنا هنا خويا حسن، عاود لينا شنو هي المستجدات اللي جيتهم. هذا السيد اللي قتلها قال لك لحق شي بير هنا في الفيرما، وكنشكروا الدرك الملكي راه خدام معنا، هذا قايم بالواجب ديالو راه خدام، وكنتسناو تبان لنا الحقيقه ديالنا، هادشي اللي كنتسناو حنا واقفين تتبان لنا الحقيقه ديالنا. نطلبوا من الله عز وجل الله يصبركم الله يصبركم. كيف تعرف المغاربه كاع متبعين هذه القصه هذه، شنو اللي تتحس به حاليا؟ باقي البحث جاري، حنا بينا الحقيقه، رجال الدرك الحمد لله خدامين، حنا بينا الحقيقه تبان الحقيقه، هذاك هو الخدمه، حنا رجال الدرك هذين خدمتهم، وبينا تبان الحقيقه، تبان الحقيقه شنو كاين، الحقيقه تبان، هذا هو الهدف ديالنا، حنا بينا الحقيقه تبان. كنشكروكم الله يرحم والديك، كنشكروا الدرك الملكي. شكرا. كما تبعتوا معنا متتبعين قناه صوت على رسالة تي في المباشر، مازال البحث جاري، كما سمعتوا الاخ ديالها تيطلب من الله عز وجل والمغاربه اللي متبعين هاد المسطره ديال الشابه اللي توفات، كانت خدامه في دار بيضاء، هي بنت المنطقه هنا، اللي تيقولوا شي حوايج اللي تضروا في الخاطر. كما تعرفوا متابعين قناة صوت على سات تي في، خصنا نوصلوا لمصداقية الخبر اللي باقي البحث جاري هنا في هاد الفيرما هادي وسط واحد البئر، هاد البئر هذا اللي تيتواجد إقليم الصويرة. خويا حسن شمن بلاصة بالضبط هادي؟ هادي خويا جماعة سيدي محمد المرزوق، هي قالت مرامر عند 3 سنوات. جماعة سيدي أحمد المرزوق،
قيادة مرامر إقليم الصويرة اللي تتشاهدوا معنا متتبعين قناة صوت العدالة سات تي في. الهد المباشر تحية رجال الدرك الملكي اللي ساهرين على قبل هاد الشهادة. صراحة تيضر في الخاطر عشنا معاهم هاد الحالة هادي. نتمنوا من الله عز وجل الله يرحمه ويوسع عليها باش يعتقوا الموقف ويجبدوها. وتحية رجال الدرك الملكي بصراحة تنشكرهم علاش حيت المجهودات اللي داروا ما دارهاش واحد اخر. المجهودات اللي داروا مجهودات جبارة اللي بقاو سهرانين عليها اللي بقاو كيبحثوا عليها ليل ونهار. يعني الخيوط اللي تبعوا اللي رجعتوا وتفرجتوا في الفيديو السابق اللي داز على جريدة صوت العدالة سات تي في فيديو صادم. كان فيديو داز واحد مدة واحد 4 شهور دابا او 5 شهور ولكن حطينا تصبح واحد الفيديو اللي فيه المستجدات ديال هاد القضية. هاد القضية اللي تنوير الرأي العام للمغاربة كاع متبعين هاد القضية ديال المرحومة مرحومة سميحة اللي كانت السيد هذا مستغلها. واش ضحك عليها؟ واش كانت شي حوايج اخرى؟ ماشي هي هذيك. هنا تيبقاو اسئلة مطروحة. لا اله الا الله. نطلبوا من الله عز وجل الله يرحمه ويوسع عليها ونطلبوا من الله عز وجل الدرك الملكي يزيدوا في المجهودات ديالهم ويحاولوا يجبدوا هذه السيده. السيده سامحه اللي كان هاد السيد اللي استغلها واحد المده طويله مده طويله اللي استغلها بواحد الاستغلال تيستي. كما تعرفوا كاع المغاربه اللي متبعين هاد القصه ديال الشابه سميحه اللي كانت خدامه في الدار البيضاء وكانت مسكينه الاب ديالها اللي كان هبط الكازا على قبل هنا. كانت المنطقه نشفات من الماء وما لقاو ما ياكلوا وما لقاوش بزاف د الحوايج. حاولوا يتنقلوا الى مدينه الدار البيضاء باش يعرفوا باش يعيشوا باش يوكلهم ويكبرهم ويقريهم. الاب ديالها اللي مسكين ما تيشوفش النعاس لا نهار لا ليل. يعني باش نقولوا ما تيشوفش النعاس لا نهار لا ليل في مده ديال 6 شهور. هي السيده غابره خرجات من الدار ما عرفاتش ما هزات لا ورقه لا حتى شي حاجه باش غيعرفوها في الطريق ولا يعرفوها شكون هي. ما هزات حتى شي وثيقه اللي خرجات بها. نتسناو الاب ديالها يسالم الهاتف اللي تيتكلم فيه مع العائله ديالو حيت باقي دابا العائله كلشي مرون على قبل هاد الموضوع اللي تتبعو معانا. حيت شي حوايج اللي كاينين هنا راه كيسطيو. السيد اللي شدوه قالو جايبها لحا هنا في البير شي شويه تيقولو راه تيقول ليهم راه ليحا في شي واد على حساب التصريحات بناء على التصريحات ديالهم. يعني تيبقاو اسئله مطروحه. حنا ما علينا نوصلو غير الرساله للمتتبع ديالنا عن جريده صوت العداله سات تي في. الحاج حاج هاد دقيقة اف شوية عليك. شوف الراجل كبير مسكين اف شوية عليك. الحاج شنو كان الحاج اليوم جيتي هنايا باش تعرف اشنو طاري الابنة ديالك؟ جيتي باش تعرف المستجدات اللي كاينة. كاينة. السلام عليكم. بعدين انا جيت على دان بنتي بنشوف واش جبدوها ولا ما جبدوهاش. الله يرحم الوالدين والله يجعل البركة في جلالات الملك ورجال الشرطة. راهم هما الحمد لله هبشوا لي على الحق ديالي. اللهم لك الحمد. حمدنا الله تبارك وتعالى اللي بينوا الحق. اللهم لك الحمد. والله نصر سيدنا وبيت انا نشوف بنتي واش عاد الشعر ديالها كاين
واش شي حاجه من حوايجها؟ واش شي حاجه كاينه بيتنا؟ بيتنا نشوف عزتها الا ميتات بهن الا حيات بهن. هذا هذا هو. وضيعوني وضيعوني يا ودي يا سيدي، ضيعوني ضيعوني في بنتي وغبنوني فيها. الله يغبنهم صحتهم ودعيتهم ربي والدم تاع سلامي. وما تيجيوك شي حاجه من العائله الحاجه؟ يا سيدي راه ولاد ولد عمي الله يرزقهم العمى ان شاء الله يتبصروا. هذاك الشيء اللي داروا لي انا راه ما داروش شي مخلق، راه مخرجوا لي عقلي. دقيق ما ناكلو في الليل الليل كامل وانا نهتهت ونبات الليل كامل نقول لهم حلوا لي على الباب، شوفوا بنتي هاي جايه وما عرفتش فين نصب. واني الله يجعل البركه في رجال دارك. بعدا شدوا لي حقي، راه مسالين كيهبشوا. قال لك سير في حالتك راه غادي نملي جبت الشطه غادي نقولوها لي. وهذا هو. شكرا عمي حاج، نتمنوا نطلبوا من الله عز وجل ان شاء الله يجبدوها ان شاء الله ويلقاوها هنا ان شاء الله بعين المكان ان شاء الله. كما تتباشروا معنا متابعين قناه الصوت على راس تي في على هذا المباشر هذا، تشوفوا الاب ديالها اللي مسكين بقى ليل ونهار هنا. يعني احنا ملي جينا البارح لقينا الاب ديالها تتواجد هنا بعين المكان. بصراحه هذا الشيء هذا اللي تألم ملي تسمعوا بحال هذه الاخبارات هذه. العائله كلها مجموعه هنا امام هذه الفيرمه هذه تتسناو واش بنتكم كاينه هنا بهذا البئر هذا، واش مليحه في شي بلاصه اخرى. تيبقاو اسئله مطروحه هنا، تيبقى التخصص ديال الدرك الملكي حيت باقيين خدامين في السريه، ما يمكنش نديروا لهم تشويش على العمل ديالهم. علاش؟ حيت داروا واحد المجهودات اللي جباره. كما تبعتوا معنا متابعي قناه الصوت على سات تي في، بقاو معنا غادي نوافيكم معطيات جديده ان شاء الله، وغادي نخليكم الى مباشر جديد ان شاء الله. تحياتي لكم.